الدهر وتجاربه الشرسة. ولكي تصمد هذه الوحدة لابد وأن يعرف بنوها روحانية مميزة نابعة من الدعم. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس برخمور أبون رشكوهني. المجد لرب بولس والرسل والتحلى مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى الجمع الحاضر المؤمن إلى الأبد أمين. يا إخوتي، من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح في سبيل إيمان من اختارهم الله ليعرفوا الحق الموافق للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله قبل الأزمنة الدهرية، والله لا يكذب، إلى تيتوس الابن الحقيقي في الإيمان المشترك، النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. شربل وخير الله القائمين. واخلطهم لقد سيما في بيعة الله. خير الله كاهنا على مذابح كنائس الربانية الأنطونية مارونية المباركة. خير الله كاهنا على مذابح كنائس الربانية الأنطونية المارونية المباركة باسم الآب والابن والروح القدس. عليها عبيدك هؤلاء كما هو ممجد في الخليقة. شدد يا رب عبيدك هؤلاء الكهنة برباط الطهارة والقداسة. ونبتهل إليه أن تكون هذه الشركة الإلهية بمغفرة الخطايا برخمور أبون رشكوهني. ونرفع إليك المجد والشكران الآن وإلى الأبد.
اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد، أمين. مبروك، أنا أبارك لكم.